خلال بقى المشاركة في المهرجانات، المشاركة في المعارض، أيضا إن أنا يكون ليا من يتحدث في القنوات والصحف الأجنبية، وأيضا ليتهم يكونوا من مثل هذه المجتمعات. لما يكتب صحفي أجنبي له ثقل وله وزن غير لما إحنا هنكتب عن نفسنا. بتمنى أيضا إنه في إطار هذه الاستراتيجية ما يكونش التركيز زي ما سمعنا قبل كده على فقط البعد الحكومي الرسمي. الحقيقه ان الدكتوره منى الحديدي حطت اطار بالغ الاهميه واضح محدد المعالم في نقاط حقيقيه هي التي تؤدي الى النفاذيه والى تحقيق الاهداف. يعني احنا ما بنتكلمش دلوقتي عن احنا بنعمل ايه. القنوات المصريه ليها تارجت اودينس، ليها جمهور مستهدف. الجمهور المستهدف هو داخل جمهوريه مصر العربيه. طبعا اتفق مع جميع ما تكلموا، واقول حاجه مهمه، احنا عشان نشيل المسؤوليه صح لازم تحصل مكاشفه حتى لو فيها صدمه ولا حاجه، ما تخافش بس بالعكس عشان نواجه المرض لازم نعرف. طبعا الغرب بيقدم صوره تلقائيه سلبيه وينتقي الصوره السلبيه ولا ينتقي الايجابيه. وطبعا يعني اللي حصل في مطارات اوروبا من ارهاب مش لاقي حد بيتكلم عنه، لكن لما حصل عندنا في شرم الشيخ حاجه مش معروفه ايه، كان كل الناس بتهاجم مصر. تجاهلنا لبعضنا، تجاهلنا لقيمتنا، يعني ما اعرفش في حته نفسيه كده ما كانتش موجوده في مصر بالشراسه اللي موجوده فيها. الحاجه الاهم عندي انه الشباب يبتدي ياخد فرصته ويتولى هو التعبير عن وقته، لأن الشباب أقدر مننا بكتير إنهم يخطوا العالم كله ويخطوا الداخل والخارج، لكن في تجاهل للشباب تام جدا، ولذلك الشباب كله محتقر. الشباب لغاية دلوقتي ما خدش الفرصة اللي يعبر بيها عن موهبته، عن مواصلته للتيار العالمي في كل المجالات. حضيف طبعا للأساتذة اللي اتكلموا قبلي عدة نقاط. هبدأ بالنقطة الأولى اللي احنا بنهاجم بيها دلوقتي، اللي هي نظرة العالم كله للإسلام. وأنا تشرفت إن أنا اتكلمت مع المرحوم الشيخ سيد طنطاوي في إنشاء قناة للأزهر الشريف، ونستغل 1000 عام له رصيد عند الدنيا كلها. والحقيقة مش بس الدارسين في الأزهر، ده في مسؤولين على مستوى العالم ما زالوا في مناصبهم خريج الأزهر. فالحقيقة فضيلة الإمام طيب أنشأ هذه القناة، ولكن مع الأسف هي بتذيع قرآن كريم بس تجريبي بقى لها 3 سنين. الأزهر وقناته يستطيع أن يلقي بصحيح الدين بكافة لغات الدنيا لأن دارسين موجودين. الأزهر يستطيع أن هو يطرح صحيح الدين بكل اللغات على مدار 24 ساعة.